هاي اغراضنا استونا وصلنا. السلام عليكم. هاي مثل ما شفتوا الاغراض لا بعد بالقاع. استونا وصلنا اليوم تخييم طبعا نفس المكان هنا بنهر الميزوري. شايفين هذا النهر ورايا او راح ننصب الخيمه هنا لما كان هذا النار. شفتوا هاي الخيمة تقريبا خلصنا نصب عليهم السنارات كلها محطوطة هناك. سأريكم الطعم اليوم. جبت نوع من الدود يختلف. هذا دود أرض بس حطي له صبغة خاصة. شوفوا شلون طلع لون الدودة. السبب هاي الجهة قاعد يسوون طبعا لابسين النجالة واللايف جاكيت. هاي رجعوا لهنا لا نريد نصيد هنا خليكم ورا. يعني سبحان الله حراره اليوم 33 يعني الجو حلو حاره شويه بس رطوبه هنا عندنا عاليه. نشوف نبدي والله يرزقنا ان شاء الله. هذا طعم جديد راح اجربه لاول مره وخلينا نشوف يعني هذا يكون احسن من الدود والاذره. شوفوا ايش كبر القطعه الوحده ونشوف. مدام اليوم راح نبات اكو شغلة ضرورية الصيد الليل اللي هي الجرافات. هاي طبعا ينفتح منها رأيكم شلون دقيقة. شوف هذا السنارة شلون تصير هذا السنارة بنهاية السنارة. شايفين شلون هاي بس تتحرك تسمع صوتها. هاي بي مثل برغي هنا نايلونه تنفتح عندك هذا مثل ملقط وهذا يركب على السناره وبعدين تشده من جوا. عرفت شلون يركب هالطريقه؟ تقدر تخليه فوق تخليه لجوا بس يتحرك بس يمشي تاخذ الخيط تهيس بيها بعد. شلون ينسمع الصوت ويعني نايم مو بعيد ما شايفين قريب كلش من السنارات. هاي حلو التخييم على الشط. طبعا بعدنا النار كنا نحفر هنا والغراض بعدها بس مو شايفين انا حطيتها. يلا عاش تيجي نسرين هنشوف شنو صدتي. هلا هلا هلا. اوه ها شنو ستيرجن. تعال بابا تعال شوف هذا النوع. اوه ما شاء الله هذا ستيرجن. تنوكل هي بس ما اعرف صغيره بابا. شوف شوف ستيرجن بابا يقولوا له شافل نوز ستيرجن. شوف 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 ها هاي يطلع منها كافيار. هاي منها يطلعون الكافيار.
بس هذا هذا وين هاي الطفل هذا؟ طفل. جيب المنقات حط لها، حرام لا تموت بسرعة ركضي. اي طبعا رجعها بابا. يلا بسرعة حبيبتي. والله الظاهر نشوف هاي اول شيء هاي صايدة. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي 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 صدت وحدة. هم شرية. شوف هالشرية على هالبياض الجميل. شوفوا محمد تعال شوف هالشرية. هاي واحدة صادت هذيك السنارة همات، هذيك طاحت جوا. نسرين عفا عفا عفا، تعال ذب هاي بالماي، رجع هاي بالماي، رجع هاي بالماي. نسرين حطي سلبي كبيرة بهذا، مو بإيدك، بإيدك مشها مو برجلك، حرام هاي نعمة الله، شيلها بإيدك وذبها بالماي. اي اي من مو برجلنا. شوف هاي السنارة طايحة، إن شاء الله خير. طبعا هاي على الحشيش ما أعرف شلون التصوير راح يكون. اي صايد صايد، جيب الشبكة هنا. هاي كبيرة هاي كبيرة. أو أخذت الخيط. تعالي هاي كبيرة هاي كبيرة. وخروا هاي الشبكة منها دقيقة. اي خل أفوتها من جوا هاي السنارة ثانية. دقيقة دقيقة دقيقة. شبكة شبكة. كبيرة والله. نزليها نزليها نسرين جوا. نزليها نزليها جوا. اي لا تدنين درباش تطيحين نسرين. لا 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 تطيحين. اوه ما شاء الله. ما شاء الله. هاي كارب؟ اي حمرية والله كبيرة. اوه. كارب. كيني. اكمش تعالي اكمش السنارة. دقيقة دقيقة. دير بالك دير بالك لا تفلت نسرين. فوتي شبكة جوا، نزيها جوا الشبكة، نزيها جوا. اي اي حلو. شيلها شيلها فوق. عاشت ايدك نسرين، عاشت ايدك. ما تقدرين شيلها زين، بس كم شيها تشطيني طيني اياها. دقيقة. يلا يلا صدي. أول حمرية اليوم. هاي قوية. والله قوية. إيه كلش. كلش قوية. إيه. استوى قام يأكل، صار لنا تقريباً 3 ساعات اليوم. نشوفه عدود. يعني هذا الطعم اللي. أوسف البيك لوك. إيه. شوف من جوا مكموش لا والله بلفة بشهد بشفة الفوق. شايفين شلون؟ إيه. حلو هذا. لا زين انا ها روح ساعد ابوك جيب الغراض يلا حتى نصب الخيام. هيكون ساحط لدود. انا ابي اشيلها. راح تشيليها؟ اي زين حطيها بالخيط no, الابيض. لا 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 ما بريدها بالسله، بالخيط الابيض. زين حبيبتي بسم الله الرحمن الرحيم. استوها اكلت، ما اعتقد سمكه كبيره. اوه لا تروحين على الخشب. لا 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 هاي مو خشب والله. هي صدت بابا بس راح تروح على الخشب. لازم اعطيها اياها الخيط خلي تروح. بلكت الله تطلع عن الشجر. فاتت على الشجر. ها يعني ما اعرف هسه فات على الشجر هاي بعد. الشده هاي منها يا وحده هي هاي. والله اكو هاي قاعد حركه نسيت ما اعرف. هذا شوفها. انا اجي عندي اروح اجيبها. وين تنزلين بابا غميق الماي؟ مو غميق. لا بابا. بابا ما في حمل الزرقاء.
اوه درام درام؟ ايه محمد بالله تعالكم شيتي خلي اروح انزل لها. لا انا وين تنزلين بابا؟ ما اقدر بابا انا دقيقة خلاص طلع جزداني وفلوسي لا اطيحهم بالماي. الله يستر. اي درام دقيقة دقيقة نسرين لا تملص بابا من السنارة. خاف اطيح على هنا خلوا اخر هاي الخشبة هي متكربسة على هاي الخشبة. اعطيها خيط مصريين اي اعطيها خيط بعد خل دقيقه دقيقه بس بس اوكي اوكي لا تعطيها بعد خلي شوف الزين كسر هاي خدشي دقيقه نسرين هو اذا ماكو داعي انزل لها ليش انزل لها خلي شوف اذا تطلع حكي جريها جريها سا والله طحت جريها شويه شويه ادري ادري جريها شويه 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 دقيقه خلينا ننزل هنا بابا نسرين دقيقة دقيقة خله شوف هاي غير مأساة لا لا درام اي بس ها جيب لي جيب لي كبير جري نسرين خيط بابا ها هي ها هي ما شاء الله ما شاء الله دقيقة دقيقة راح تفلت. جري نسرين جري. جري عمو. ها. جري خليها. وين اطيق؟ لا بعد اريد لها سلابيح نسرين تعال منك مشى هنا انا يلا روح وديها سيدك تعال شايفين جال قاعد يصيدون عندنا كم سمكه جوا قاعد نحمي الطاوه جاهزه السمكات خيمتنا جو جميل وشاعري صدق ها آه بابا آه اليوم ماكو هواي سمك هاي شويه ضوجه بس القعده تسوى شايف شلون قاعد اكل هاي السمك قلي لا يعقوب لا تذب بعد لا يا بابا احنا من هيك قاعده على الماي وهاي هاي غدا باكر
خليها. ها يعقوب اكو صيد؟ يعقوب اكو سمكه ولا لا؟ لا. فتحناهم بنص السمك شوف شلون حيلاتهم. ما ادري سنين خلينا نشوف بابا. صدت مو كبيرة. ويا غيرونه. ها؟ اي درام. اي درام درام. وخر وخر دنا. درام. والله مخوش حجم. لا مو صمون عدود هذا عدود زين. نسرين هاي بالسلة نحطها حبيبتي. جيب بلعتها بلع نسرين جيب شو اسمه صينت. لك ليش تشي صمون؟ صادت بالليل. عود حطينا العشاء عود. أوه. شنو هاي السمكة ما شاء الله قوية كلش. أوه يا الله. قام تجر. حطيها خيط. والله مو خايف تخلبصت. حطيها خيط. شوف وين راح تروح الساعه. سلكت الله يا الله. طلعي طلعي تخلصت المشكله. شلبت الصخره ما ادري شنو. ان شاء الله كلش قويه. يا الله ماكو الا اعطيها خيط وعوفها. ارجع لها ورا شويه. نشلبها هنا انا حاطها على خشبه حديده حتى ما تاخذها. ارجع لها ورا شويه شلبت بالخشب. شوف اذا راحت جرتها. اي يا الله يا الله. روحي روحي قاعد نتل بس نتل. اي روحي 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 روحي. سمكة سمكة كبيرة محمد كلش كبيرة. واحد تخلبصت جوا. شوف ان شاء الله الساعة حاول. يا الله يا الله يلا يلا طلعي طلعي طلعي. يا رب يا رب. لا والله مو خوش مشلبة هاي. ما ادري الباكر كون اسبح لها ما اعرف.
وسازبح لها والله ما ادري. قيمه كلش كبيره. انا بحاول اطيها خيط مره ثانيه ونشوف شو يصير هنا. صباح الخير. خاف تقولون لي صباح الخير لان شايفين الضوء بعده استوى طلع. هاي اول سمكه. هاي طبعا صايده من الليل. يا الله نزل نزل الشبكه اللي جوا شويه. دير بالك لا تطيح. اوه جرتها والله كبيرة. يعني كلش قوية راحت تبي تروح. راح تروح على الشجر. انا ادري ما يخليها تروح. شايفين شلون سمكة ما شاء الله. دقيقة دقيقة خل تكح. دير بالك حسين. يلا خل نشوف هسه جوز تقوع كمش. محمد محمد تعال بالله ساعدني. هذا ابنه خاف يطيح بالماي. كلش قوية محمد. لا 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 انتظر يتخلص الخيط. يتخلص الخيط انتظر يتخلص الخيط لا تدب محمد بس. اوكي اي اي محمد هاي مهم صايده بس خليها شوف شوف هالسمكه اليوم مناوي على خير. مشكلتها تروح على الخشب. شوف 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 ما شاء الله. ما ادري شو المسمكه محمد جس شريه بس كلش كلش قويه. انتظر تبشر في الذيل. ها شريه مو شنو مد ايدك جوا مد ايدك جوا. مش سيلفر؟ ما اعتقد سيلفر. شريه زرقاء. اوه ما شاء الله. يلا 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 محمد. اوه مشت قدامك. دقيقه دقيقه. اي كبيره كبيره. لا 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 اي اي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ادب المايك. ها الى هذا صاحبي عملاق عملاق. دب دب اقول لك دب هنا محمد. هنا انا قاعد اصيدهم وقدامهم اكو بس اكو هناك خشبه. دير بالك هاي الثانيه خل اطلعها مات. خل اطلعها السناره الثانيه. انتظرني خل اطلعها الثانيه محمد. دقيقه بسم الله الرحمن الرحيم. خل اشوفهم خل اشوفهم. هاي خشبة بس بيها. يلا ذب محمد جرها جرها بسرعة. اكو خشبة جوا هذا جرها شوي. اكو مش الخشبة هاي. اوه بيها سمكة. فلتت بيها سمكة. فلتت محمد. لا والله والله الله يسعد صباحكم. مثل ما شايفين الشمس توها طلعت. طبعا ورا ما طلعنا هاي الشرية الزرقاء يقولوا لها النوع الأزرق. طبعا من أقوى أنواع الشري. هاي أول مرة أصيد بهذا النوع. شوية قليل عندنا هنا ومسموح لك
بالبحيرات مسموح لك وحدة، هنا أنا مسموح عندك اثنين تقدر الصيد، بس القوانين تتغير يعني بين كل فترة وفترة. بس شوفوا على الشروق الجميل. تحياتي. أحلى شي الصباح العدد طلعت كم سمكة. كور شاي حار. مكانكم خالي اخوتي. لو خشبة ها؟ لا 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 هاي ممكن خشبة هذي كذا لو شنو؟ شوف الماي شلون هذا هنا ايش قد الغمق؟ هاي غمق حوالي متر هنا أنا. اوقف اوقف اوقف. ها بشر. شنو؟ حمرية درام. جري جري اليوم كله جري. بيت ابو جري هاي كان والله زرقة زرقة هاي والله. ما شوف شلون قوية محمد. يلا هم زين يعني استفتاحية هنا أنا على. طبعا مثل ما شفتوا عبرنا النهر. هاي الخيمة هناك وقت حطينا هنا السنارات وبعدني قاعد ندب وقري سنارة واحدة. شايفين البكرة لافة هنا مثل ما تشوفون مسموح لنا طعم أكثر. ف هنشوف شو شنو صدت هالمرة. أو قار. هاي قار شوفوا سمكة. هلا 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 هلا. طبعا اسمونها طيحت البكرة من ايدي. سمكه كلش قوية بس تعبانة. صار تقريبا حوالي ساعتين حاطين السنارات هنا. طولي بالك. بس خوش حجم والله. شوفوا شلون. محمد تعال شوف هذا القار ايش كبره. قار قار من اكثر احيانا ما ياكل دود. استغرب يعني هالمره ظاهر جوع. شوف ما شاء الله ايش كبرها. طبعا قلت لكم سابقا هاي السمكه ما تتنفس ما عندها نغنوغ. يعني النغنوغ عندها بس للاكل تطلع منه ماي. ما تتنفس من الماي. تطلع لبرا وتتنفس. عندها رئه. عرفت شلون. واكو احجام منها وانواع تصير كلش اكبر. اكو القار التمساحي يقولوا له موجود اكثر شيء بتكساس وباوكلاهوما وبميزوري همات موجود وبعض الولايات هم الثانيه. بس يصير كلش كبير. عرفت شلون. يوصل تقريبا مترين وحتى احيانا مترين ونص يوصل. كلش كبير. بس هاي هذا النوع سنونه كلش كلش حاده شايفينه. هذا عظم طبعا كله عظم من فوق.
هذا الجلد ما ينقص مالته. هاي اطلع منها السنارة ونشوف يجوز نرجعها بالماء. اللي زك واحد يريد ياكلها. اي هاي هم صايده هنا، شايفين الخيط طبعا حطيناه ورحنا تغدينا والجهاز سبحوا شويه ساعتين يعني ورجعنا له. اول وحده هاي قار، وشوف الثانيه هاي سهم صايد. شوف نلقى سمك بحوض ها محمد اليوم لو لا؟ ان شاء الله. انا ادري بيه انه تمشي يتخلص معنا. اول شيء نطلع شويه ولا اي سمكه؟ اكو سمكه اليوم في الجو. محمد ما جبنا الشبشة ويانا؟ الشبشة نسيناها، تقول لك عليها نسيت. شو تقول؟ نسوي المراهنات حمرية جرية، شو تقول انت محمد؟ حمري ان شاء الله، حمري حمري؟ كارب يعني لو يطلع حيا الله سمعك بس مو تشري. هلا هلا هاي شريه. هاي اثنين ذن حذر. لا هاي اول وحده ضربت بالخيط. هاي شنو؟ والله كبيره كانت كلش. شريه كبيره، شريه كبيره. هاي شريه كبيره؟ ما شاء الله. اي هاي ضربت بالخيط كلش كبيره كانت. هاي كار كانت. يا الله يا الله. اول مره اصيد منها هاي السمكه، اول مره اصيد منها. طبعا هذا مو بسهوله تصيد هذا البلو سكر، وطيب همات. هذا مثل السبن ها تقريبا، بس لا شوف حلقه يختلف. واو هاي السمكه تختلف. بلو سكر على ما اعتقد يسموه. هذا حلقه لي جوه. اي حلقه لي جوه. كيف شلون؟ شوف حلقها شلون قرب قرب على حلقها. هاي يعني تاكل من القاع. شوف شلون الاخضر الصراحه. أول سمكة اللي هي الاسترجن. هاي درم نفس الخيط. زين نشوف.
هاي قوة الدعم، قوة الدعم جاية. قدام شوية بعد. طبعا سيارتي انا فوتتها، سيارتي بس عالية شوية، باقي السيارات ما تفوت. اليوم صدق الصيد خفيف، بس هذا منها صوب منها صوب، بس المكان روعة والجو حلو. هاي استوني طلعتها هم بالدود، اشوف الشص ايش كبرى والسمكة صغيرة. شوي شوي هاي شرية عاشت ايدك، صغيرونة. يلا طلع منها السنارة ورجعها بالماء، صغيرة هاي، عاشت ايدك حسين. هاي ما شاء الله ابوي استوى طلعها، شوفوا البكرة والخيط والشمر على الايد. شوف شو هاي درام، شوفوا لونها شلون فضي، بس الرمل صار عليها. بابا عاشت ايدك، فوتها بالماء، اغسلها شوية، اغسلها بالماء حتى تبين بال استوى طلعها، بس صارت على الرمل لبطت توسخت. طبعا هذا الطعم ما نجح، بس حتى الإذرة وكل شيء اليوم ما نجح، السمك ما قاعد ياكل يعني، كلش خف، احترت الدنيا كلش، وبعد ما قاعد يمشي الشغل وياه ما اعرف. صدنا بس بالسلابيح مره ثانيه، بس الصيد قليل، حمريتين لحد الان ودرام كم وحده، ونشوف. بس بعدنا مثل ما تشوفون قاعدين على النهر، والله يرزق الجميع. هاي طبعا السنارة صوت ثاني، وهاي ستورجن. محمد هذا ستورجن صدد، ستورجن. خلينا نشوف سمشتين لو سمكة، هو سمشتين. هلا هلا هلا، هاي سمشتين شوفوا ستورجن. سترجن هاي ودرام، مو كله صيد. الجهاز تلعب، طبعا هاي غدا ثاني يوم عن جمرية، وخرنا النار شوي عن الخيم، الكعز مالتنا هنا والخيام. هناك الشط الكبير، مكانكم خارب، خاط دجاج وايام شوية سمك. شمال هاي خلصنا الصيد، صدنا كم وحدة. اكو عندنا جيران فيتناميين هم يريدون من السمك. بدك مقص لو اعطيك؟ ها
تصير كله فرغ. لا 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 طين طين ما يتفرغ. شوف ما يتفرغ محمد. اي مو عندي هذا مو قصاك طين. اي بعد ما تلحق شو تطلع سكر. هاي كلها صعب صيدها عندنا ونادرة. شوف هريقها هاي اول مرة اصيد منها. شايف صورها بس هاي اول مرة اصيد منها.